عندنا قرار يلغي كل التنقيحات اللي صارت في جلسات 29 جويلية و6 نوفمبر، عندنا قرار كذلك يلغي أو يوقف الانتخابات اللي المزمع عقدها نهار 18 مارس، وبالتالي لابد من إقصاء هالقرار هذا بالصبغة التنفيذية. فيه برشا حلول، راهو نجموا ما نوصلوش احنا للمحكمة الابتدائية باش نقولوا لها راهو عندنا قرار صادر على التاس إجا باش نوقفوا الجلسة العامة. فيه الحلول، تنجم سلطة الإشراف تتدخل، اليوم عندهم كل المؤيدات، والسيد وزير الرياضة واحنا معناتها مازلنا متوسمين فيه الخير، هو والسيد رئيس الحكومة ورئيس اللجنة الأولمبية، أنهم يتدخلوا لإيقاف هالمهزلة هذه. لابد من إيقاف جلسة عامة راهي ماشية في اتجاه واحد، راهو اليوم قاعدين نأسوا واحنا دولة ديمقراطية أول بلاد في العالم العربي عملنا ثورة، ولكن مع الأسف قاعدين في برشا ميادين مازلنا ماناش نحترموا في القوانين نتاعنا. اليوم معناتها نقاو انتخابات ديكور، انتخابات سورية لمكتب جامعي مطعون في شرعيته، لقوانين معناتها ولشروط ترشح مطعون في شرعيتها من طرف الكناس، من طرف التاس الأعلى سلطة في الرياضية، مطعون في شرعيتها من معظم الحقوقيين، معناتها مطعون في شرعيتها من مختلف التيارات سواء كانت معناتها قانونية ورياضية وما إلى ذلك، وباقي متمسكين بها. دونك احنا عندنا ثقة في القانون، وعندنا ثقة في سلطة الإشراف، وعندنا ثقة في القضاء، هذوما الكل راهم اللي نجموا ينصفونا، وإن شاء الله معناتها يعطيونا حقنا، وإن شاء الله يوقفوا الجلسة العامة ونعاودوا شروط الترشح ونعاودوا فتح باب الترشح معناتها لل